السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم باش نحضر معكم بريك بالدجاج، إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. نشوف المقادير مع بعض. عندنا أوراق الملصوقة طويتهم كما نطوهم في تونس. عندي دجاج، صدر متاع دجاج، قصيت ورقايق. عندنا معدنوس، هريسة عربي، بيضني. عندي بطاطا مسلوقة، بصل، وهذوما بيضتين طيبي مسلوقين. الفاح نتاعهم عندنا شويه ملح، شويه تابلو كرويه، شويه فلفل اكحل، وشويه كركم. هذه مقادير البريك بالدجاج. نتعدوا تاو لمرحله التحضير. حطيت المقله تسخن ونحطوا قدر مغرفتين زيت، زيت عادي، ونحطوا مغرفتين بصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحركوا البصل ونحطوه في المقله كامل هو والزيت، ونخلوه لين يتقلى ويتغير لونه. هو يتقلى ويتغير لونه ونحنا نزيدو الدجاج. البصل تقلى وتغير لونه، توا نحطو الدجاج. بسم الله. خليته تقلى شوي في الزيت والبصل، توا نزيدوه لفاح نتاعو. نعملو شوية فلفل أكحل، نفوحوه توا بشوية فلفل أكحل، شوية ملح، شوية تابلو كروية، وشوية كركم. هذا الفاح نتاع الدجاج نحركو مليح. حركنا الفاح مليح، نزيدو توا نصف كاس ماء. بسم الله. توا حركتو مليح، نخلوه يطيب على نار هادية لين يشيح الماء كله ويوقف على زيته. بقى واقف على زيته، نخلوه توا يتحرك شوي. نحنا نجو نطفو النار ونحنا نحطو مغرفتين معدنوس مقصوصين رقايقين، ما نخلوش شويه حمار. سكالوب كي احمر يولي يابس هكا يزي. نحطو توا مغرفتين معدنوس ونحركو شوي، ونحولوه لمعون اخر، ما نخلوش حتى في المقله هذه، نحولوه في معون اخر باش يبرد. هو يبرد ونحنا نكملو ان شاء الله الوصفه. توا حطيت البطاطا في معون كبير وعملت كيف هكا بالمغرفه لين ترحت. توا عندي البيض، ثلاثه بيضات، نحط منهم بيضة واحدة من الأول. نحل بها البطاطا، نحط شوية هريسة قدر نصف مغرفة هريسة عربي، نزيد نحلها في البطاطا. البطاطا كي طيبتها ما عملتلهاش الملح، نعملو لها شوية ملح تو. نجيبو الدجاج اللي برد نحطوه فوق البطاطا، نخلطو مليح. حطيت البيض المسلوق والبيضتين المزال وزدت حطيتهم. نخلط المكونات كامله ونسخن المقله فيها الزيت ونبدو نقلو ان شاء الله. نجيبو تاو الملصوقه نحلوها اللي طبقناها، ونعملو فيها مغرفه معبيه كيف هكا ولا زوز مغارف. نعاودو نطبقوها ونحطوها في المقله. نحطو البريك نتاعنا في المقله. بسم الله. نحط عليه الزيت كيف هكا، ندوروه.
البريك العائلي حضر، شوفوا معايا ما شاء الله، راهي الورقه نتاع السميد تجي لونها احمر كيف هاك، مش كيما ورقه الفرين، الملصوقه نتاع السميد تجي لونها احمر ومقرمش كيف هاك، من داخل طايبه ومذاقها جرايع. هذايا بريك عائلي بالدجاج، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.